كرة خطيرة، جول! كوتينيو 1-0، كوتينيو 1-0 للهونة، البرازيليرو جول! الفار يبدأ، الفار ينطلق، البرسا في الدقيقة العاشرة يفرح السوبر ستار واحسن من حمل القميص. جوردي عرضية خطيرة، ضربة جزاء، يقول الحكم أين الفرصة؟ عمل يمشي سواريز والثاني لويس حط شعلة نار في كاتالونيا يا سادة. نصف ثاني، نصف ساعة، جاب الثاني. البارسا في ذكرى الاستقلال يلعب بمصعب فاسكيز، كرة خطيرة، حط الكرة وفرصة ومارسيلو جول! جول 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 جول! هل يحلى الكلاسيكو يا سادة؟ لوبيتيجي يرجع من بعيد والمرينجي يسجل هدف التبديل. بيتي بخصوصيات منو عثمان حط الكرة لبرشلونة والهدف الثالث لويس البيستوليرو. يصبح رشاش البيستوليرو الرشاش يا ليونيل، 3-1. هذا ما جناه رأس بنزيما وهذا ما صنعه رأس سواتي. هذه تفادى والرابع جاي. هاتريك لويس، سمعني صوتك بالغنى يا جمهور الكامب نو وقول لويس فيفا لويس الملك لويس. عثمان الخامس ولعت زلزال في الكامب نو، حتى فيدال خذا فيهم نصيب. فيدال يسجل الخامس، خمسة وخميس، خمسة وخميس. حاضر محمد غايب بليز.